يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الجنايات او في كتاب الجنايات، وذكرنا معنى الجنايه لغه وشرعا. والجنايه في اللغه تشمل عموم، يعني تطلق على عموم التعدي على البدن او المال او العرض. فأما الجناية اصطلاحا فهي التعدي على البدن فقط بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. إذن المعنى الشرعي للجناية أخص من المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي واسع، فالغيبة مثلا كما ذكرنا، أو السباب أو الشتم أو اللعن ونحو ذلك جناية لغة، لكن ليس جناية في الصلاح الفقهاء. لماذا؟ لأن الجناية في الصلاح الفقهاء هي التعدي على البدن، يبقى خاص من المعنى اللغوي البدن بما يوجب قصاصا كما هو القتل العمد، أو مالا كما هو في يعني أو مالا أو كفارة كما هو الحال في قتل شبه العمد أو القتل الخطأ. لأن في القتل العمد ليس هناك إلا القصاص أو الدية إن رضي أولياء المقتول، لكن في القتل شبه العمد والخطأ ليس هناك قصاص، وإنما هناك الدية والكفارة. إذن المعنى اللغوي، إذن المعنى الاصطلاحي للجناية أخص من المعنى اللغوي. والجناية تشمل نوعين: جناية على النفس التي تشمل إزهاق النفس، والجناية النوع الثاني من الجناية جناية فيما دون النفس: إتلاف ذراع، اتلاف يعني عين، اتلاف يعني القدمين مثلا او قدم او اتلاف قدم نحو ذلك. بهذه كلها جناية فيما دون النفس. نحن الان نتكلم على الجناية على النفس. اولا الكلام على الجناية على النفس، وذكرنا يعني ان حكم الجناية على النفس وهو القتل ازهاق النفس. فذكرنا ان الادلة من الكتاب ومن السنة دلت على أن القتل خبيرة من الكبائر، وعده النبي صلى الله وسلم عليه من السبع الموبقات، وقرن الله عز وجل بين الشرك وبين قتل النفس بغير الحق. فكما في قوله في آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك توعد الله جل وعلا فعل ذلك، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يعني أثاما هنا يعني يلقى إثما عظيما، أو البعض يقول هو واد في جهنم يلقى أثاما، وصحب أنه يعني ارتكب إثما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن يعني أرشد الله جل وعلا إلى التوبة من ذلك. فهذه النصوص تدل على تحريم القتل، تحريم قتل النفس تحرم الله إلا بالحق. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل دم امرئ مسلم يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني يعني الزاني المحصن هو الذي سبق له نكاح في وطئ صحيح، والسيب الزاني والتارك لدينه والنفس بالنفس، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. وذكرنا بأن الحصر هنا هل الحصر هنا حصر إضافي، حصر حقيقي، أم حصر إضافي؟ ما معنى الحصر الحقيقي؟ الحصر الحقيقي أنه لا يحل يعني القتل إلا بهذه الثلاث. والصحيح أن الحصر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حصر إضافي، لأن هناك أسباب أخرى، هناك الحدود وهناك دفع الصائل
إذا لم يندفع الصائل الذي يتعدى على الناس إلا بقتله، إلا بقتل الصائل على الدم أو الصائل على المال أو الصائل على العرض، إذا لم يندفع إلا بقتل قتله فإنه يقتل بذلك. إذا حصوا في عدد لا ولا يحل دم المسلم إلا بعدة ثلاث، الحصو هنا حصو إضافي وليس حصوا حقيقيا، لأن هناك أسبابا أخرى خلاف هذه الثلاثة تبيح القتل حينئذ. وذكرنا مسألة أيضا توبة القاتل والخلاف بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الجمهور، وأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى بأنه ليس للقاتل توبة، ويستدل بأن هذه الآية آية النساء يعني تأخر نزولها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والجمهور من العلماء يرون أن لقاتل توبة، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك إذا صحت التوبة من الشرك صحت التوبة من القتل، لأن الشرك أكبر من القتل. نعم، والفتنة أكبر من القتل. نعم، الفتنة هنا بمعنى الشرك. ومن العلماء من وجه قول ابن عباس رضي الله عنه بأنه لا يأو، طبعا الحديث التي وردت أيضا يضحك الله إلى 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 رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ولأن الله جل وعلا كذلك سمى يا أيها الذين سمى القاتل أخا للمقتول فلم ينفع عنه الأخوة الإيمانية. نعم، فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أداء الدية لو عفى أولياء المقتول عن القاتل. ومن العلماء من وجه قول ابن عباس رضي الله عنهما بعدم قبول توبة القاتل إلى أنه قد لا يوفق إلى التوبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيح، لن يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وفي هذا التحريج اسم القتل، وأن المسلم إذا قتل النفس بغير يعني الأسباب التي توجب ذلك يعني فإنه حينئذ قد لا يوفق للتوبة وقد يخرج من الدين بالكلية على النحو الذي يذكرونه. لكن العقوبة الشديدة التي بينها الله جل وعلا خمس عقوبات كما ذكرنا رتبها الله جل وعلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا تعمد قتله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله، وهو الخلود هنا على قول الجمهور أنه هو الخلود أمدي وليس أبدي، يعني يمكث في النار مكثا طويلا والله أعلم بالسنين التي يمكثها في جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن لماذا لم نقل بأن الخلود هنا خلود أبدي، يعني بأنه مخلد في النار كما قالت الخوارج تكفر عصاة الموحدين بارتكابهم المعاصي ومنها القتل. والصحيح أن القتل لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة لو مات على غير توبة. إن مات على غير توبة فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم وقول أهل السنة قاطبة أو قول أهل السنة والجموع أهل السنة والجماعة بأنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الذي يبطل قول الخوارج في ذلك بأن الله بقول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فلم ينفع عنه الأخوة الإيمانية، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا لا تتبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. الشاهد ماذا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فنفع عنهم الإيمان بالقتل. طيب، فما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر دون كفر. ما الدليل على ذلك؟ هذه الأدلة، آية البقرة فمن عفي له من أخي شيء فلم ينفع عنه الإخوة الإيمانية، وكذلك صريح آية الحجرات. نعم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن فالاقتتال هنا لم يوجب خروجا من الملة. وقفنا عند المسألة الثالثة وهي أنواع القتل. نعم، فضل شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وبعد، حكم قاتل النفس بغير حق. إذا قتل شخص شخصا متعمدا، المسألة الثالثة أنواع القتل. ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد والخطأ. والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، الآية. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول قتل العمد، حقيقته أن يقصد القاتل آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فعلى هذا لا بد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمدا: أولا، وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. ثانيا، أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم. ثالثا، أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء أكانت محددة أم غير محددة. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. صور القتل العمد: أن يضرب، أولا أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناها. ثانيا، أن يقتله بمثقل كبير كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. ثالثا، أن يمنع خروج نفسه كأن يخنقه بحبل ونحوه. ومن صور قتل العمد رابعا، أن يسقيه سما لا يعلم به أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به. خامسا، أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع أو ينعدم فيها الماء. سادسا، أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما. سابعا، أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا، فيموت بذلك جوعا أو عطشا. ثامنا، أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو حية قاتلة فيموت من ذلك. تاسعا، أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون: تعمدنا قتله، فيقتلون به. المسألة الثالثة أن أنواع القتل. القتل كما يعني قسمه المؤلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. القتل الخطأ، القتل العمد والخطأ ثبت في كتاب الله عز وجل في آيتي النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فأثبت هنا قتل الخطأ.
قتل خطأ، والذي لم يقصد به قتل. واحد يسير بسيارة صدم رجلا ولم يقصد أن يصدمه، مات هذا الرجل من هذا، أو وقع شيء من المنزل على فلان فقتله. ففيه سوف يأتي تفصيل كلامي فيه. وأما القتل العمد الثابت أيضا في كلام الله جل وعلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا يعني يقصد القتل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذا ورد في الكتاب القتل العمد والخطأ. أما القتل شبه العمدي، وهو القتل شبه العمد إذا أردنا أن نعرفه وسوف نأتي تفصيلا في تفصيل الكلام فيه، فقتل شبه العمد هو في من حيث أنه يعني قصد رميه بشيء فهو أشبه إيه؟ فهو يشبه العمد. من حيث أن الشيء الذي رماه به لا 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 يقتل غالبا، فلذلك هذا جعله لم يكن عمدا وإنما كان شبه العمد. فالقتل شبه العمد لم يثبت في الكتاب وإنما ثبت في السنة، وثبوته في السنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه عقل العقل الدية عقل شبه العمد مغلظ، يعني مغلظ يعني مثل عقل العمد. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في العمد مغلظة 40، طبعا الدية 100 من الإبل، ف40 منها حقة، نعم، وهي ما بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة، و40 منها يعني جزعة وهي ما أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة، والباقي منها ويعني خلفة، والخلفة هي الحوامل من الإبل على التفصيل الذي سوف يأتي في يعني في ذلك. بخلاف الدية في القتل الخطأ والحاجة 100 من الإبل لا يشترط فيها ما يشترط في الصفات التي وردت في ذلك. فالشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عقل شبه العمد مغلظ، عقل شبه العمد مغلظ. إذا شبه العمد جاء التسمية بشبه العمد فين؟ جاء في السنة. ولماذا سمي شبه العمد؟ لأنه من حيث أنه ضربه بشيء، من حيث أنه قصد ضربه بشيء فهو أشبه العمد في قصد الضرب، ومن حيث أن الشيء الذي ضربه به لا يقتل به غالبا فكان شبه العمد. مثل ماذا؟ مثل فوكزه موسى فقضى عليه. طب هي الوكزة دي، هي ممكن الوكزة معناه الضرب في الوجه أو بالصدر أو الضرب في الصدر بجمع اليد، يعني بجمع اليد هكذا يا بالقبض. هل هذا في الغالب يقتل؟ لا، لكن لما كان موسى عليه الصلاة والسلام كان شديد القوة جدا، فكانت الوكزة منه قتلته الرجل. ضرب القاضية ما يعني لم يتحمل غير، فوكز أبو موسى فقضوا عليه. إذن مسألة هنا، لكن القبضة نفسها لو واحد ضرب واحد بقبضة فمات، هل هذا متاح؟ يعني هل هذا معروف أن الوكزة أو اللكمة ممكن تقتل؟ يعني ليست أداة قتل غالبا، فهنا أشبهت إيه؟ أشبه العمد. وكذلك إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني العقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد، هذا الحديث الذي عند أهل السنن دل على وجود شبه العمد. وكذلك ما ثبت عند البخاري في الصحيح في قصة المرأتين من هزيل، حين ضربت إحداهما الأخرى اقتتلت المرأتان من هزيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فقتلتها وما في بطنها، المرأة يعني المقتولة كانت حاملة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية جنينها غرة، يعني غرة عبد أو وليدة، نعم، وأن ديتها على العاقلة، هي ضربتها بحجر مش كده. لكن هل الضرب بالحجر هذا يقتل؟ في الغالب لا يقتل. فلما قتلت المرأة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها، قال لأن القتل عندك كان يجب قصاص، قد ينزل من قصاص الدية برضا أولياء المقتول، لكن في الأصل القتل العمد ليس فيه إلا القصاص، إلا إذا رضي أولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء، إذا عفوا عن القصاص ارتضوا بذلك. لكن في قتل شبه العمد النبي صلى الله عليه وسلم قضى، مع أن المرأة قتلت، لكن لما قتلتها بما لا بشيء لا يقتل به غالبا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها
بأن جعل دية جنينة غرة، غرة عبد أو أما، يعني يعتق عبد أو يعني أو يعني قضى بهذا وجعل ديتها على إيه؟ على عاقلته. طبعا في مسألة جعل الدية على العاقلة يكون فقط في الخطأ وشبه 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 العمد، وإلا فالدية في قاتل العمد تكون على من؟ على القاتل. العاقلة اللي هي العصبات الذين ينتسبون للميت بذكر. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فشبه العمد يعني كما في قصة المرأتين اللتين يقتتلتا، يعني دليل وجود، يعني دليل وجود الدليل على شبه العمد أنه ورد في السنة فقط، هو حديث إن البخاري الذي رواه البخاري في صحيحه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وكانت المقتولة حاملا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن دية جنينها، طبعا دية الجنين خلاف دية المرأة نفسها، دية جنينها غرة عبد أو أمة، يعني عتق، يعني تسلم يعني عبد أو وليدة، لكن دية المرأة التي قتلتها دية المعروفة. نعم، لكن هنا الحديث هنا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية يعني جنينها يعني غرة يعني عبد أو وليدة، وأن ديتها على العاقلة. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون المرأة، يعني طبعا هذا ليس قتل خطأ، لأن قتل خطأ ليس فيه قصد قتل، فخرج من يعني هي فضربت إحداهما الأخرى يعني بحجر، ف طالما هناك قصد الضرب يبقى خرج عن كونه قتل خطأ، لأن القتل خطأ ليس فيه قتل، ليس فيه قصد للإصابة بداية، إذن خرج عن كونه خطأ. لكن لما يعني فلما قصد ضربها انتقل هذا إلى من الخطأ إلى أنه ليس خطأ وإنما عمد، لكن لما ضربتها بما لا يقتل غالبا وهي الحجر الصغير، فدل ذلك على انها فلذلك اشبهت العمد، فلذلك يعني السنه اطلقت على مثل هذا شبه العمد، شبه العمد، لان من حيث ان المرأة قصدت ضربها فهذه هنا جاء العمد، ومن حيث ان ما رمتها به لا يقتل غالبا فلذلك كان شبه العمد. فهمنا لماذا التقسيم إلى عمد وشبه عمد والخطأ، والعمد والخطأ جاء في القرآن وشبه العمد ورد في السنة. نعم، موجود عندك اللي هو عقل شبه العمد مغلظ، أما حديث البخاري ليس موجودا في يعني أو ورده البخاري في صحيح. يعني نقطة بس غرة عبد أو وليدة، هو في المرأة التي قتلت فخاض النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، يعني عبد يعني غرة يعني المقصود بالغرة الغرة في، والمقصود أنه يعني عبد أو وليدة، يعني عبر عن الكل بالجزء. نعم، والا في يعني بنديه جنينيه غره عبد، اما كل هذا الكلام سياتي ان شاء الله تفصيله في حينه، لكن المقصود من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن دية الجنين بالغره اللي هي راس عبد او اما، يعني عبد او 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 وليده بمعنى اما، وان ديتها على يعني على العقل. ثم شرع المؤلف في بيان انواع القتل، في بيان تفصيلي لانواع القتل. اولا قتل العمد، حقيقة قتل العمد أن يقصد القاتل آدميا معصوما، نعم، فيقتله بما يغلب على الظن موته، بما يغلب على الظن يعني موته به. فتبين من هذا التعريف أن القتل العمد لابد من أن تتوافر فيه ثلاثة شروط،
الشرط الأول قصد، أن يقصد القاتل، أن يعني وجود القصد من القتل وهو إرادة القتل. فلو لم يقصد القتل، مثلا رجل ينظف سلاحه مثلا فخرجت منه طلقة فأصابت رجلا فقتلته، فهنا فهل يعني القصد هنا متوفرا؟ فهنا القتل لا يكون قتل عمد. لماذا؟ لأن القصد غير متوفر. ففي القتل العمد القصد الذي يعبر عن إرادة القتل. طبعا مسألة القصد هنا تعتبر إذا وافق أولياء المقتول على ذلك، أما إذا لم يوافق أولياء المقتول على انتفاء القصد فإنه لا يعتبر في ذلك، فإن هذا قتل. يعني احنا بنقول ان الشرط في قتل العمد وجود القصد، احنا وجود القصد والذي الذي والمقصود بالقصد هو إرادة القتل. فلو قد فحين يقتل رجل آخر فإذا وجد القصد هذا فهذا أحد الشرط الأول من شروط قتل العمد. إذا لم يتوفر القصد، كان مثلا كان ينظف سلاح، أو كان مثلا يعني أو سقط منه شيء، نعم، فسقط على رجل فقتله، نعم، فإذا لم يقصد القتل فلم يكن قتل عمد. لكن هذا الشرط يعتبر إذا وافق أولياء المقتول على ذلك. لماذا؟ لأن القصد شيء خفي، والشريعة لا تحكم، لا تربط أحكامها بأمور خفية. فالظاهر هو إيه؟ هو القتل، انتفاء القصد. إن وافق أولياء المقتول لأن الحق لهم على ذلك، يبقى القتل ينتقل من يعني ليس قتل عمدا، وإلا فكل واحد يقتل فنه والله والله أنا خرجت من الطلقة بدون زي ما كده، بس رأس الرجل خبطت الرصاصة، رأس الرجل طارت في الهواء فضربت مسدس الرجل ده فخرجت منها رصاصة في ذي، هذا يعني هزل يعني. إذن المسألة، إذن الشرط الأول في وجود قتل العمد هو وجود القصد من القاتل. فلو لم يتوفر القصد من القاتل، كأن كان ينظف سلاحه أو سقط من شيء فقتل به، فهنا لا يكون قتل عمد. لكن يشترط في اعتبار القصد وعدم اعتباره رضا أولياء المقتول. لماذا؟ لأن القصد أمر خفي في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وافق أولياء المقتول هنا، فهذه قرينة قوية جدا على أن هنا في هذه حالة قتل ليس لا ليس 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 قتل عمد. نعم. إن اختلف أولياء القتيل في القصد، هل كان القاتل قاصدا او لم يكن قاصدا؟ اختلفوا فيما بينهم، يبقى يحكم القاضي في هذه المساله، ينظر الى القرائن نحو ذلك، فان وجد القاضي انه ليس هناك نيه في ذلك فيحكم بان هذا ليس 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 قتل عمد. الشرط الثاني وهو تفضل خليني بس اكمل الشروط. تفضل السؤال، اصل احنا في مسائل كثيره جدا، فأرجو ان احنا نؤجل اسئله بعد انتهاء الباب. لو وجد لو 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 بقي شيء يبقى نسال عنه، لكن الباب في مسائل كثيره جدا، وقد يكون الذي يسال عنه سوف ياتي. تفضل. قصد اذا اهل القتيل اذا قالوا ان القاتل قصد قتله، تمام، لابد يبقى في شواهد على القصد، لان حضرتك قلت ان يعني القصد ده امر خفي. لا مش في شواهد، كان يكون خصومه، كان يكون تهديد بالقاتل، كان يكون بينهم شحناء. لا، القصد هنا القصد هنا كما يرى العلماء في هذا شيء خفي، وبالتالي هو طبعا شرط قتل العمد ان 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 يكون هناك تعمد، يعني يتعمد في ذلك. فاولياء المقتول اذا لم يكن هناك تعمد كان يعني كالامثله التي ذكرناها، يبقى لم يكن قتل عمد. لكن هذا ايضا يتوفق على رضا اولياء المقتول، لأن أولياء المقتول يعني إذا رأوا بأن هذا الرجل يعني قصد فعلا قتل يعني مقتولهم في قتل يعني المقتول لديهم، يبقى هذا يبقى يعتبر هنا قول أولياء المقتول، يعتبر هنا قولهم، إلا إذا ظهر ما ينفي هذا، إلا إذا ظهر ما ينفي ذلك. هو لماذا احنا يعني لماذا قالوا العلماء بذلك؟ لان قصد شيء خفي، لكن لو وجدت القرائن اللي تتكلم عليها دي، لو وجدوا هناك قرائن
تدل على أن الرجل لم يحصل قتله، يبقى هي يبقى أنت في قتل عبد. لكن إذا لم توجد القرائن وادعى الرجل بأنه لم يقصد قتله، يبقى هيتوقف هذا على رضا أولياء المقتول. لو تطلب بذلك قطعا، لو وجدت القرائن يبقى لا يمكن واحد، يبقى هنا لا يحكم بقتل العمد، لأن من شروط قتل العمد في تعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا هو الذي دل عليه، فهذا فالقرآن والسنة دل على إرادة على وجود التعمد وهو القصد، فإذا انتفى القصد لم يكن قتل عمد. طيب الشرط الثاني أن يعني أن يعلم أن الشخص الذي قصده الذي قصد قتله آدميا معصوما. نعم، خرج بالآدمي غير الآدمي، يعني لو ضرب حيوان أو ذلك، يبقى هنا مش مسألة، احنا بنتكلم هنا عن قتل عمدا، أن يقصد آدميا معصوم الدم. فلو قصد فلو قتل مثلا من 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 يظنه غير آدمي، رأى خيالا من بعيد، شوفوا رأى خيالا من بعيد، المسألة دي يعني متصورة في ايه؟ احنا في الشرط الثاني أن يكون من قصده بالقتل آدميا معصوما. فلو ظن من رآه بأنه غير آدمي فضرب فقتل لم يكن قتله يا قتل عمد. ولو ظن انه آدمي لكنه غير معصوم كالكافر الحربي المقاتل للمسلمين، نعم، فحينئذ كذلك لم يكن قتل خارج عن كوني قتل قتل عمد. اذا الشرط الثاني ان يكون من قصده بالقتل آدميا معصوما، خرج بالآدمي غير الأدمي، كأن يظنه غير أدمي ثم تبين بأنه أدمي، يعني هو خيالا من بعيد فظنه حيوان مثلا يريد أن يهجم عليه خيالا بعيد فضربه فقتله ثم تبين بأنه أدمي، يبقى لم يكن قتل عمد. الثاني أنه يظن أنه أو ظنه أدميا لكنه ظنه كافيا، كان منطقة مثلا يتوفر يكون فيها منطقة، والكلام ده متوفر في ايه؟ متوفر في صغور القتال اللي هي فيها متخمة الاعداء، ظنوا انه رجل من العدو وهو وتبين بانه يعني ليس من الاعداء، فلا يكون هذا قتل عمد. الثالث ان تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح ان تكون للقتل عادة، أن تكون الآلة التي قتل بها مما تصلح أن تكون للقتل. نعم، وهذا هو الفرق بين العمد وبين شبه العمد. فالعمد في طبعا القصد متوفر، القصد يعني الإصابة متوفر في ماذا؟ متوفر في العمد وشبه العمد. لكن الفرق في من الفروق التي بين العمد وشبه العمد، الآلة التي استعملت في القتل في العمد آلة تقتل غالبا، وأما الآلة التي استعملت في القتل شبه العمد آلة لا تقتل غالبا، فلذلك كان هذا شبه العمد. فعلى ذلك فلو ضربوا مثلا بما لا يقتل غالبا، يعني وكزه مثلا فكانت الضربة القاضية مات الرجل، يبقى لم يقتل قتل عمد لأن اللكمة أو الوكزة لا تقتل غالبا، أو رماه بحجر صغير ومثل هذا الحجر لا يقتل غالبا، نعم، فإن ماتت في هذه الحالة فهذا لم يكن أيضا قتل، لم يكن قتل عمد. إذن تبين من ذلك أن لقتل العمد ثلاثة شروط: الشرط الأول وجود القصد الذي يدل على إرادة القتل، فلو لم يكن قصده لم يكن قتل عمد. الشرط الثاني أن يكون من قصده بقتل آدميا معصوما، نعم، فلو قتل من يظن غير آدمي ثم تبين أنه آدمي فليس قتل عمد، ولو قتل من يظنه غير معصوم ثم تبين بأنه معصوم لم يكن قتل عمد. الشرط الثالث أن تكون الآلة المستعملة مما تقتل غالبا، فإذا كانت الآلة التي تستعمل لا تقتل غالبا فلا يكون قتل عمد. فإذا زي يقول فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن قتل عمدا. طيب وقتل العمد كما ذكرنا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله تعالى، وهذا يسقط بماذا؟ بالتوبة. الحق الثاني حق أولياء المقتول، وهذا يسقط بالقصاص أو بالدية إن ارتضى أولياء المقتول ذلك أو بالعفو.
عموما. والله جل وعلا ندب الى 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 العفو. نعم، لان الله جل وعلا يعني 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 فدية مسلمة الى اهلي وتحقق منا الا اي الا اي صدقوا. فعبر الله جل وعلا بالعفو بمثل الصدقة، فدل على ان الله جل وعلا يندب في مثل في في مثل هذا يا بالعفو. نعم، الشرط الـ 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 يعني الحق الثالث هو حق المقتول نفسه، لأنه ذهب. القصاص هذا حق أولياء المقتول، لكن حق المقتول نفسه بأنه أزهق روحه. فالأظهر أنه لا يسقط لا بالتوبة ولا بالقصاص. ولكن هل معنى هل يقام على قاتل حد ثم كذلك يحاسب عليه يوم القيامة؟ لا، الأظهر في ذلك بأن الله جل وعلا يرضي المقتول إن تاب القاتل، يرضي المقتول إن تاب القاتل وتحمل الله جل وعلا عنه ويعطيه من فضله ومن جوده سبحانه وتعالى. هذا في حال التوبة القاتل. أما إذا لم يتوب القاتل ولم يقم عليه الحد في ذلك، حينئذ خلاص المسألة هتستوفى الحقوق بين يدي الله جل وعلا على ما يحكم الله سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقتص للشاة الجماء من الشاة القوناء. سبحان الله، وهذه عجموات يعني لا تكليف عليها ولا إدراك لديها، ولكن لأن الله جل وعلا في هذا اليوم سيقيم عدله على جميع المخلوقات فاقتص لهذه من تلك. فكيف بمن جرى عليه قلم التكليف، كيف من له إدراك فهو محاسب على ذلك أشد الحساب. صور قتل العمد هنا في هذه المسألة هنا هيوضح لك أمثلة على مسألة القتل العمد. طبعا القاعدة في القتل العمد، طبعا احنا قتل العمد قلنا توفر فيه ثلاثة شروط: القصد، وأن يكون من قصده بالقتل أدميا معصوما، والشرط الثالث أن يقتله بما تقتل به غالبا. إذن القاعدة هنا إذن الشرط الأصيل في قتل العمد مع القصد والأدمي المعصوم أن تكون آلة المستعملة إيه؟ مما تقتل غالبا. لذلك من سوء القتل العمد أن يضربه بيعني محدد، والمحدد اللي هو إيه؟ شيء اللي له حد، مثل السيف، السكين، الساطور، الخنجر، الحربة، كل هذه الأشياء هذه محددة. محددة يعني لها حد. فعلى ذلك فمثل هذه فيعني فلو ضربه بهذه الأشياء بمحدد يقول والله أنا ما ظننت بأن هذا الرجل سيموت، لا 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 لا, لا, لا يعتد قوله. يعني ضرب واحد بالسطور على رأسه أو طعنه بخنجر أو بسكين أو ضربه بسيف أو ونحو ذلك، فكل هذه لا يدعي يقول والله أنا ما كنت أظن بأنه سيقتل بهذه، لا، فهذا قتل عمد. بعض المجرمين الآن بيعمل إيه؟ بيمسك السكين من طرف السكين، وطبعا بيعمل إيه؟ وده المجرمون هؤلاء السفلة يعني. ولما يطعن لحد الطرف اللي هو طب لو مات من هذه يبقى قتل عمد. ان شاء الله انا كنت ماسك السكين، مسكت السكين ولم اقصد انفاذ الطعنه فيه نفذت فيه، لا، هذا قتل عمد. لماذا؟ لان الاله المستعمله مما تقتل غالبا. اذا من صور قتل العمد ان يضربه بمحدد اللي له حد: السكين، السيف، الخنجر، الحربة، السطور ونحو ذلك. الثاني أن يقتله بمثقل كبير، بمثقل كبير. مثقل يعني ليس له حد بس شيء ثقيل، كالحجر الكبير والمطرقة ونحو ذلك. طب المطرقة ليس لها حد، لكن هذه شيء آلة بتقتل غالبا. واحد مسك مطرقة وضرب واحد على رأسه يقول والله أنا لما ضربته على رأسي لم أقصد قتله، فمات الرجل، لا، هذا قتل عمد. لأن الآلة دي يعني مثقل كبير، يعني كما فعلت اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تلقي عليه حجرا كبيرا مما يقتل غالبا. والدليل على ذلك أن جارية التي وجدت رأسها قد رض، نعم، بين حجرين، فسألوها
وهذه الجاليه يعني اليهوديه التي والحديث ثابت في الصحيح. نعم. فسالوا من صنع هذا بك؟ فلان فلان. وعادوا يعدون لها اسماء حتى قالت فلان فاتي فاخذ اليهودي فاقر. والاقرار كما يقولون سيد الادله, يعني الاعتراف سيد الادله. فاقر. نعم. فامر صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بالحجاره, وهذا كما سياتي في القصص انه يفعل بالقاتل كما فعل يعني بالمقتول. وسوف نتكلم على الحكم في ذلك في مسألة قصاص بإذن الله جل وعلا. الثالث أن أيضا من 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 سوء قتل العمد أن يمنع يعني خروج نفسه, يعني خروج نفسه يعني يخنق مثلا خنقا شديدا, يخنق بيده أو يخنق بحبل أو يضع على أنفه مثلا يغطي الأنف يغطي الفم بحيث إنه بأنه لا يتنفس. أيضا من سوء قتل العمد, من سوء قتل العمد أيضا أن يمنع عنه الطعام والشراب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة النار في حيضة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض, فدخلت النار. والظاهر بأن المرأة دي مسلمة ولا كافرة؟ الظاهر إيه؟ لأن لو كانت كافرة لم يعني لكان كفرها سببا في دخول النار. لكن لما قال مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة فدل على أنها لم تفعل ما تستوجب النار إلا أنها حبست الهرة, حبست هرة. طب لو واحد حبس آدميا فلم يطعم حتى منع عنه الدواء, واحد مريض عنده السكر فمنع عنه الدواء وعنده الضغط أو عنده مثلا مرض سوف يترتب على منع الدواء هذا قتل هذا الرجل, فهذا كله قتل, هي قتل عمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله جل وعلا أن يفك أسر المأسورين رب العالمين وأن يردهم إلى زويهم وسالمين وأهليهم سالمين غانمين. أيضا منها مثلا أن يسقيه سما, والسم أو السم لغتان بضم السين وفتح السين, فالسم مهلك. طبعا هناك الآن أمور كثيرة في مثل هذا. منها كذلك أن يلقيه من شاهق, كل هذا أيضا من صور قتل العمد. أو أن يلقيه إلى أسد إلى 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 وطبعا هنا قصة الحجاج مع مع الجحدر ابن مالك. نعم. والحجاج ابن الحجاج هي قصة دي فيها عبرين, فيها وفيها فقه. فإن ألقاه إلى حيوان يعني مفترس فافترسه الحيوان فهذا قتل إيه؟ قتل عمد. طيب الحجاج ابن يوسف الثقفي لجبروته, من جبروته الحجاج هذا. والحجاج رغم كون أنه لم يحكم يوما بغير القرآن, الحجاج كان يحكم بالشريعة وله فتوحات عظيمة, لكنه كان جبارا ظالما. فكونه أنه كان يحكم بالقرآن وله فتوحات لم يشفع له, حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيكون في سقيف كذاب ومبير. الحديث في صحيح مسلم. والكذاب عند عامة أهل العلم هو المختار ابن أبي عبيدة الثقفي اللي ادعى النبوة, والمبير المهلك عند عامة أهل العلم هو الحجاج بن يوسف الثقفي. فلم يشفع للحجاج أياديه البيضاء في حكمه بالقرآن والشريعة. نعم. ولا كذلك فتوحاته لأن جبروته وظلمه كان طاغيا. فالحجاج بن يوسف الثقفي جاء بالجحدر بن مالك قال له أنا سألقيك للأسد, وجوع الأسد 15 يوما. شو جبروت الرجل ده جوعه 15 يوما الأسد, وأعطى للجحدر بن مالك أعطاه سيفا. في ناس كده بتتلذذ مثل هذا إجرام, والإجرام لا حدود له. فجوع الأسد 15 يوما وجمع بينه وألقى له الجحدر بن مالك, هو كبل يده كبل إحدى يديه
وعطاه سيفا بلاد الاخرى. فمجرد انه القى، فمجرد ان الاسد اطلق الاسد فوسب عليه على جحدر بن ملك، وجحدر كان مقدما وكان شجاعا يعني. فلما هاجم الاسد فهو وجه اليه السيف في ناحيه فقتل الاسد. فلو قتل هنا جحدر بن مالك هذا لكان الحجاج كان قاتلا ايه؟ كان قاتلا قتل عمد، يعني لا يعول على قضيه جحدر بن مالك يعني يا رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانه يعني هو ده له اجل. جحدر بن مالك له اجل وتوفيق، ولما وهبه الله سبحانه وتعالى من اقدامه ومن جرأته ان هو في وقت وسوب الاسد وضع له السيف في نحره فقط طبعا، والا فالمساله شديده جدا يعني. اللهم المستعان. ولو كان قتل الاسد قتل، فان هو الحديد هيقام عليه الحد اصلا؟ لا، هو كان قتل عمد يقام عليه عند يعني عند الله سبحانه وتعالى، وكما لما قتل سعيد بن جبير، ما قتل وقتل يا قتل عمد. ولما فوي بعد ذلك فيما فعل الله بك، قال قتلني بكل قتيل قتلته قتله، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتله. كعالم كبير قتله بين يديه. لما دخل عليه قال ما اسمه؟ قال سعيد بن جبير. قال بل انت الشقي بن كسي. كان بليغا مع جبروته وفساده ويعني وظلمه يعني. صلى الله عليه وسلم. قتل 100,000 نفس اللي يصدوا على الدين ده يا شيخنا. نعم. قتل اكثر من 100,000 نفس اللي يكفرون بالاسلام او الحجاج؟ لا لا لا، لم يثبت هذا الحجاج ابدا. الحجاج كان له فتوحات عظيمه للاسلام. ابن اخي الحجاج محمد بن يوسف الثقفي. محمد الثقفي فتح السند كلها. ابن أخيه كان شابا قبل العشرين فتح السند اللي هي الهند كاملة. الهند دي كانت كلها مسلمة، لكن غلب بعد ذلك الهندوس وقتل المسلمين، وفيها الآن أكثر من 40 مليون مسلم في الهند، والباقي بقى كان يعني قتلوه أو وعوه أو يعني حتى كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن عموما هذه الصور في القتل كلها تدل على إيه؟ تدل على قصد القتل بما يقتل غالبا. كل هذه الصور من صور إيه؟ من صور قتل العمد، حكم القتل العمد. نعم. القتل العمد له حكمان، في حكم أخروي وحكم دنيوي. الحكم الأخروي بينه الله جل وعلا في آية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولذلك العلماء يقول اجتمع على القاتل العمد 5 عقوبات ليس عقوبة واحدة، الجهنم والخلود والغضب واللعن والعذاب العظيم اللي هو خلاف هذا أيضا سوف يعذبه الله جل وعلا به. هذا يعني الحكم الأخروي. الحكم الدنيوي القتل العمد يوجب القصاص قولا واحدا، إلا إذا ارتضى أولياء المقتول بالعفو. نعم. لماذا؟ ما الدليل على هذا الحكم الدنيوي؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. في القصاص في القتلى يعني الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طبعا لا يفهم من الآية أن الرجل لا يقتل يا بالمرأة. طبعا قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إجماع أهل العلم، قول جماهير أهل العلم بأن الحر يقتل بالعبد وأن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، كحديث اليهودية التي رد رأسها بين حجرين فقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه اليهودي بمثل ما صنع في المرأة. فلذلك جماهير أهل العلم يرون أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل كذلك تقتل بالرجل. إذن فيترتب على قتل العمد القصاص إن لم يعفو أولياء المقتول. لماذا؟ والدليل على جواز العفو قول تعالى فمن عفي له يا أيها الذين ما كتب عليكم قصاص القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء ارتضى أولياء المقتول العفو، والعفو قد يكون فيد بالدية أو قد يكون عفوا شاملا بغير دية. هذا يرجع إلى من؟ يرجع إلى أولياء المقتول. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذن هذه دلالة القرآن على جواز، على جواز العفو، لكن الأصل كتب عليكم، كتب بمعنى فرض عليكم، أي الكتابة بمعنى الفرض وبمعنى الأمر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. إذن هذا أيضا يدل على جواز العفو في هذه. وفي رواية: إما أن يقاد وإما أن يفدى. يفدى يعني 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 يقاد القود، بمعنى إيه؟ القود إنه قياده. القود يطلق على القصاص، لأن القاتل يقاد بالحبل، يقاد بذلك إلى 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 القصاص منه. فولي الدم مخير بين القصاص وبين العفو ويأخذ الدية المغلظة، وبين العفو الشامل له. يعني ذلك يعني قال يعني الموفق والإمام ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي. طبعا حديث أبي هريرة دليل على 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 ذلك. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: ومن قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة بكسر الحاء، و30 جزعة، وهي 30 حقة و30 جزعة، يعني جزعة، نعم، و40 خلفة. طبعا 30 حقة، والحقة هي بكسر الحاء، وهي التي بلغت 30 سنين ودخلت في الرابعة، و30 جزعة، والجزعة هي التي بلغت 4 سنين ودخلت في الخامسة، و40 خلفة، والخلفة الحوامل من الإبل. فهذه يسمونها دية إيه؟ دية مغلظة. ليه؟ لأن فيها تغليظ فيها، يعني 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. والحديث عند ابن ماجه بسند حسن. وعفو بلا مقابل أفضل. لماذا؟ لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولأن الله جل وعلا عبر عن العفو أيضا في آية النساء بالصدقة: إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا فيها أيضا في إماء إلى أن العفو يعني أفضل عند الله جل وعلا، لكن الأمر لهم في ذلك. نعم. شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط 4. 1- أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم. 2- أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو زانيا محصنا فلا قصاص عليه، لكن أو مرتدا قبل توبته، أو زانيا محصنا فلا قصاص عليه، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم. 3- التكافؤ بين القاتل والمقتول لتعديه على الحاكم. 3- التكافؤ بين القاتل والمقتول فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع والذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. 4- عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل،
فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وإن سفل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بكل من الأبوين، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. الحكمة من القصاص: شرع الله سبحانه القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجان ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شروط استيفاء القصاص: إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة، وهي: واحد، أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني حتى إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة فكان كالإجماع منهم. ثانيا، اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ومن مات بمستحق القصاص قام وارثه مقامه، وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص. ثالثا، أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، فإن وضعت ما في بطنها فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليه الحد، وإن لم يوجد تركت حد أقيم عليه الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه. إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمه. مسألة شروط القصاص في النفس، شروط القصاص في النفس، يعني الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده، يعني وجود ولا عدم لذاته، كما عرفه العلماء. شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة. أولا، أن يكون القاتل مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فإن يعني قتل الصبي أو غير المكلف كالصبي أو المجنون، نعم، فحينئذ لا يكون هناك قصاص، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، والقلم يعني قلم التكليف، وبالتالي وإذا رفع القلم يبقى لا يؤاخذ بما به. هذا بالنسبة للقصاص في النفس: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. لماذا؟ لأن يعني النائم أو المجنون أو الصبي ليس له قصد صحيح، وذكرنا أن في شروط القتل العمد أن يكون هناك قصد الذي يعبر عن إرادة القتل، وهؤلاء لا قصد له. الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم. ومر علينا أن عرفنا قتل العمد بأنه هو قصد آدمي معصوم الدم بما يقتله به غالبا. إذن أن يكون مقتول معصوم الدم، فإن لم يكن معصوم الدم، نعم، يعني لماذا؟ لأن قصد شرع لحقن الدماء، أما من كانت دماؤهم يعني مهدرة فلا يشرع فيهم القصاص، فلو قتل كافرا حربيا ليس هناك قصاص. طب لو قتل مرتدا
يعني قبل توبته او قتل كذلك او زانيا محصنا. طيب طبعا هنا مسألة قتل المرتد او الزاني المحصن هو هو هو, هو هذا مستحق للقتل ولا لا؟ مستحق للقتل. طالما مرتد لم يتب يبقى هو مستحق للقتل، وكذلك الزاني المحصن مستحق للقتل. فلو قتل هنا في هذه الحالة يبقى هنا في هذه الحالة ليس هناك قصاص، لكن يعذر، لأن مسألة الحدود تقام من قبل السلطان أو الحاكم، هذا في افتئات وتعدي على الحاكم، يعني لا يقيم الناس الحدود بأنفسهم هكذا، لا، وإنما الحدود يعني يخاطب بها السلطان الذي الحاكم الذي يقوم بذلك نيابة عن الأمة. إذا أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص. فذلك لو قتل كافر حابيا لا قصاص، لأن الكافر الحابي غير معصوم الدم، لأن القصاص إنما شرعي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص إنما شرعي لحقن الدماء، فما كانت دماؤهم مهدرة إذا حينئذ يعني لا قصاص، لكن يعذر الذي يفتئت على الحاكم في ذلك، والتعزير هذه عقوبة يقدرها الحاكم وليست وهي بتكون يعني على حسب العقوبة التي يراها الحاكم في ذلك. الثالث، الشرط الثالث في القصاص التكافؤ بين القاتل وبين المقتول، والمقصود هنا بالتكافؤ يعني يساويه في الحرية والدين والرق. المقصود بالتكافؤ التكافؤ في هذه الأشياء الثلاثة، الحرية والدين والرق. فلو اختلف في الدين، القاتل كان مسلما والمقتول كافرا لكن ليس مهدر الدم ذميا مثلا، فلا يقتل مسلم، يعني هنا لا قصاص لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا عموم، ومسلم وكافر هنا نكرات في سياق النفي فهي صيغة عموم. فحينئذ فالتكافؤ يكون في الدين والحرية وكذلك في الـ يعني في الرق، لقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإذا هنا الحر بالحر والعبد بالعبد دل على التكافؤ هنا في مسألة. أما سوى هذه الأشياء الدين والحرية والرق فالتفاضل فأي تفاوت هنا لا يؤثر في ثبوت القصاص. فيقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة والرجل بالصبي، لو قتل طفلا لو قتل جنينا، كل ده تعمد هذا القتل، كل ده يعني هنا كل ذلك لا يعني فإنه كذلك يعني لا يمنع هذا من القصاص. وكذلك الصحيح بالمجنون والمعتوه لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس هنا الألف واللام، هنا ألف واللام الجنسية بالنفس، طبعا هذا عموم، لكن ورد منه التخصيص بقوله يعني العموم ده دخله التخصيص، دخله التخصيص بقوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم هي بكافر، ودخله التخصيص بقوله تعالى ولا يقتل والد بولده. إذا هذا عموم، لكن خلاف الصور التخصيص يبقى العام على عمومه. إذا الشرط الأول هو كون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، فلا يقام على غير يا المكلف القصاص، لا يقتص من غير المكلف. طيب وإنما يجب، طب إذا لم يقتص يجب فيه الدية. نعم. الثاني أن يكون المقتول معصوما الدمي، فلو لم يكن معصوم الدمي نعم لم يكن هناك قصاص. الثالث التكافؤ بين القاتل والمقتول، والتكافؤ في صفات ثلاث، في الدين والحرية والرق. الرابع عدم الولادة، ألا يتصل القاتل بالمقتول، ألا يتصل المقتول بالقاتل بولادة لحديث النبي صلى الله عليه ولا يقتل والد، لا يقتل والد بولده، كما خرجه الترمذي وابن ماجه والحديث مصحح. طب طبعا هنا المسألة هنا على قتل الوالد بولده، لأن لماذا؟ لأن العلماء يقولون أن الوالد هو سبب لحياة ولده، فلا يكون الابن أبدا سببا لإزراق حياة أبيه أبدا.
فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد والولد، طب هنا لو قتلوا الوالد ابنه قتل عمد، فهل يقتص منه؟ لا يقتص منه، لا يشرع هنا القصاص. لكن لو قتل الولد أحد أبويه فإنه يشرع القصاص حينئذ، لعموم قول تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وعلى عموم قول تعالى وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس. فقط التخصيص دخل لأن الأصل عموم، لأن الأصل هو العموم، وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، فطالما أن الأصل العموم فما ورد بالتخصيص يقتصر على مورد النص فقط، هو لا يقتل والد بولده. وأما الولد، وأما إذا قتل الولد أبويه أو أحد أبويه فإنه يقتص به. طبعا الولد هنا الأب وإن علا، يعني لو قتل الجد مثلا حفيدة فإنه لا يقتص منه كذلك. نعم، ويعني لا يقتل والد يعني بولد، يشمل الأب وإن علا ويشمل الابن وإن سفل. طب والحكم أن يعذب الولد؟ نعم يعذبه، هنا لا يقام يعني عليه القصاص، لكن هنا هيعذب، يكون هناك التعذيب، وكذلك وهيكون هناك الدية. طبعا هو اللي يأخذ منها هيدفعها. إذا الشروط الأربعة، الشروط مسألة الدية يعني محل بحث، لكن إذا لم يقم عليه قصاص فإنه هنا ممكن يعزه الحاكم، ممكن يسجنه، يسجنه مثلا، يحكم عليه بالسجن مثلا أعواما، فيحكم يعني لا حرج في ذلك، وإنما الممنوع هو القصاص. إذا فتبين من ذلك بأن شروط القصاص أربعة. الشرط الأول أن يكون يقاتل بمكلفا، الشرط الثاني مكلفا يعني بالغ عاقل، الشرط الثاني بأن يكون المقتول معصوما الدمي، الشرط الثالث تكافؤ، ويقصد بالتكافؤ في الدين والحرية وما سوى هذه الصفات فلا يعتد التفاوت هنا، والرب عدم الولاية. إذن القصاص يثبت، يعني يجب القصاص بهذه الشروط الأربعة. طيب، والحكمة من القصاص معروفة، الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص يعني هنا ولكم في القصاص حياة، وكان من أقوال الجاهلية، كان من أقوالهم القتل أنفى للقتل، لكن فلما نزل القرآن جاء بعبارة عظيمة نعم أكمل من هذه وأبلغ منها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كما ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة القتل أمر عظيم جدا، ويعني ولذلك قال الله جل وعلا وأورد لنا القصة في قصة في واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين إلى آخر القصة. ثم ختم الله جل وعلا وكتبنا عليه ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مسألة تجرؤ المرأة على القتل هو لو تجرأ مرة وترك يبقى هو يبقى ممكن يتجرأ مئات المرات. ولذلك لو سألت القتلة سألتهم يعني ما الاختلاف عندك، يقول لك أول جريمة قتل قتلها وبعد ذلك صلى الله السلام والعافية، كحديث الرجل الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا، هو قطعا في أول جريمة قتل كان عنده يعني كانت هذه شهيدة عليه، لكن لما ترك بعد ذلك فهي هذه المصيبة. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتب من أجل حدوث هذه الجرائم وألا يتجرأ الناس على هذه الجرائم ونحوها، لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فرض الله على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس يعني بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لم يقتل واحد يبقى صار إذا قتل واحدا يبقى صار عنده الجرأة أن يقتل آخرين. نعم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإذا كان عنده موانع أن يقتل النفس فهو يمتنع عن جميع الناس.
إذن مسألة إقام إذن القصاص هنا حياة للناس، لأن إذا قتل القاتل ثم أقيم عليه الحد يبقى خلاص، يبقى أمننا من شر هذا الرجل، لأنه قد لأنه إذا قتل ومرت جريمته هكذا يبقى يقتل آخرين، الواقع يشهد على مثل ذلك. ولكن سبحان الله، هي المسألة سهلة يعني، حتى لو تواطأ من تواطأ وفي هذا، هو هناك الملك الحاكم العادل سبحانه وتعالى الذي سوف يقيم عدله على جميع القلائق. ولو تأمل الناس لكان إقامة الحدود عليهم في الدنيا رحمة بهم والله، لأنه لا يدري ما الذي سيفعله الله جل وعلا به هي في الآخرة، والذي في الدنيا كل شيء في الدنيا ينطبق عليه قانون الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الذي بعد الدنيا لا طاقة لأحد به، ولا يلومن أحد إلا نفسه إذا حمل نفسه ما لا يطيق من عذاب الله عز وجل، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالمسألة شديدة جدا. إذن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه نعمة عظيمة، لأنها تسبب أنها أولا يعني دفعت شر هذا القاتل عن آخرين، ثانيا أذهبت الغيظ الذي في قلوب أولياء المقتول، وحين يعطل الناس شرع الله جل وعلا يلجؤون إلى شرعة الجاهلية، يلجؤون إلى شرعة الجاهلية. والله جل وعلا يقول في شرعه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تعرفون هذه الآية آية عظيمة جدا، ولو تأملت ابن عباس رضي الله عنه تفقه في هذه الآية، نظر فيها فاستدل بهذه الآية على نصرة معاوية رضي الله عنه وأنه سيملك، لأن معاوية من أولياء دم عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، فابن عباس لما قرأ هذه الآية استدل بهذه الآية على أن معاوية رضي الله عنه سيملك، وملك معاوية رضي الله عنه، لأن الله جل وعلا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا، السلطان هو إيه؟ القصاص، فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل لا يتعدى حكم الله جل وعلا فيقتل غير القاتل، والكلام ده موجود الآن، موجود حين عطلوا شرع الله جل وعلا. ما الذي حدث؟ كل الصعب الآن صارت يعني، ما هو أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لما يعطل الناس أحكام الله جل وعلا يرجعون إلى أحكام الجاهلية، ولذلك من أحكام الجاهلية أنه إذا ما قدرش على قتل يعمل إيه؟ هيقتل ابنه، يقتل امرأته، يقتل طفله، الكلام ده موجود الآن في كثير من الأماكن، وبتقوم بقى سبحان الله، وشوف انظر بقى الصقر، والصقر معاه صقر، الصقر معاه صقر، يعني هذا يقتل من هذا ثم يقتل هكذا، ثم يكون المسألة قتيل واحد لو أقيم القصاص عليه في البداية لحسم الأمر، ولكن يترك الأمر وتعطل أحكام الله جل وعلا، فتصير هناك جرائم سائرية، القتيل الواحد ترتب عليه 100 قتيل. يبقى احنا في ضوء هذا نفهم قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لعلكم تتقون غضب الله جل وعلا في إحداث هذه الجرائم، لأن القصاص ثابت، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولعلكم تتقون لما تقيمون هذه الأحكام وكنتم على رجاء التقوى، لكن لما تعطلوا أحكام الله جل وعلا يبقى ليس أما يبقى الناس ينتظرون، إن ارتضوا ذلك ينتظرون عقوبات ربانية، خصف ومسخ وسلاسل وبراكين أعظم من الحدود، وحد يقام كما عندنا كما ثبت في سنن النسائي، حد يقام في الناس خير من أن يمطروا 40 صباحا. يعني حصول الخير لهم في تطبيق حدود الله جل وعلا أعظم من المطر من أمطار 40 صباحا. إذن هذه الحكمة معروفة من القصاص، وفهمنا خلاص. بعد ذلك شروط استيفاء القصاص. طب ما الفرق بين شروط استيفاء القصاص وبين شروط القصاص؟ شروط القصاص الشروط التي يجب بها القصاص اللي 4، أن يكون القاتل مكلفا، يعني لا يجب القصاص إلا بهذه الشروط 4، مكلفا، أن يكون المقتول معصوم الدم، أن التكافؤ، الولادة. لكن هناك شروط لاستيفاء القصاص، متى يستوفى القصاص؟ بعد أن تجب شروطه. إذن شروط الاستيفاء تثبت بعد إيه؟ بعد وجود شروط القصاص 4، منها أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا،
لماذا؟ لأنه إذا لم يكن مكلفا بالغا عاقلا، لأن متى القصاص إنما يلجأ إلى إنما يعدل عن القصاص بماذا؟ بإرادة أولياء المقتول، والإرادة دي لابد لها من أمارات عليها، الإمارات أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. طب لو كان أولياء المقتول، لو كان ولي المقتول صبيا أو كان مجنونا، يبقى هيحبس القاتل، لا يقام عليه قصاص حتى يكبر هذا الصبي، يبلغ حد البلوغ وينظر. إن أصر على قصاص قتل، وإن عفى عنه له ذلك، لأنه لا ينوب أحد عن أولياء المقتول في العفو أبدا. إذن شروط السباق قصاص الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا. الثاني اتفاق أولياء الدم على القصاص، فلو اختلفوا فيما بينهم يبقى حينئذ لم ينب البعض عن الآخرين، يبقى ليس هناك قصاص. أن يجمع أولياء المقتول أولياؤه نعم على القتل، على قصاص، فيجب عليه قصاص، لو اختلفوا لا يصفق قصاص. أن يؤمن أن يؤمن عدم تعدي قصاص إلى غير الجاني، كأن يكون قاتل امرأة حاملا، فلو قتلنا المرأة يبقى سنقتل جنينها، يبقى في هذه الحالة تترك المرأة، لأن الله جل وعلا يقول فلا يسرف في القتل، يعني لا يتعدى في القتل لغير القاتل، ففي هذه الحالة تترك المرأة حتى تضع حملها. طيب، وليس فقط الوضع، لو وضعت ولم يوجد لطفلها من يرضعه حينئذ تترك المرأة حتى تفطم صبيها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية، إذا لا نرجمها وندع طفلها صغير، ولو ندع ولدها صغيرا ليس له من يرضع. إذن هذه شروط استفاء القصاص. الشرط الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا، فإن لم يكن مكلفا بالغا كان صبيا أو كان مجنونا فيحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، لأنه لا ينوب عن أولياء المقتول غيرهم في استفاء القصاص. ثاني اتفاق أولياء المقتول على القصاص، فلو اختلفوا فيما بينهم لا ينوب أحد عن غيره في استفاء القصاص، إلا في عين هذا فلا قصاص. الشرط الثالث استفاء القصاص عدم أن يؤمن عدم التعدي إلى غير الجاني، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. طبعا من أحكام القصاص، طبعا القصاص ينفذ بحضور الحاكم أو نائب الحاكم، فهو الذي يقيم. ليه؟ لأن ترك القصاص للناس، أن كل واحد يقتصر لنفسه، مدعاة للفوضى والفساد وانتشار وسفك الدماء بين الناس. الثاني الأصل أن يفعل في الجاني أيضا من أحكام القصاص مثل ما فعل، يعني ودل على ذلك قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لو أحدث مثلة في المقتول يحدث فيه كذلك مثلة. ولذلك الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا عينه، وضعوا فيها المسامير، نعم، ففعل بهم النبي صلى الله عليه ذلك، نعم. فلذلك أن يفعل الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالجاني. وكذلك حديث اليهودي واليهودية لما رد رأسها بين حجرين، رد رأسها بين حجرين، فأخذ اليهودي ورد رأسه بين حجرين، ضرب بين حجرين كبيرين حتى انشدخت رأسه. فالأصل أن يفعل بالجاني مثل ما فعل به، نعم، لأن الله جل وعلا يقول العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. الثالث لابد أن تكون الآلة التي ينفذ بها قصاص مرضية، يعني إذا كان في حالة القتل، إذا كان القتل محدد، وإلا لو قتل بحجر يقتل أيضا بحجر كما ذكرنا. مرضية يعني كسيف وسكين، لقول العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الرابع إن كان أولياء المقتول يحسنون استفاء الحاكم يدفعوا إليه، إذا لم يستطيعوا هم استفاء من القيام بالقصاص يبقى ما رجعوا إلى الحاكم أو من ينيب الحاكم في ذلك. فهذه هي يعني إذا كان أولياء المقتول يحسنون يعني يستطيعون الاقتصاص من القاتل دفعه ذلك، وهذا في شفاء للصدور. فلما تعطل هذه الأحكام ويرى أولياء المقتول القاتل يمشي أمام أعينهم، قتل أباه مثلا ويرون القاتل، وطبعا الموجود الآن في المحاكم
المحاكم تحكم الآن بالقوانين الوضعية، والقوانين الوضعية هذه فيها ثغرات كبيرة جدا. لذلك أحيانا المحامي اللي بيحامي يكون مجرما مثل القاتل، يعلم بأن هذا قتل وهو يسعى إلى إخراج القاتل فيكون شريكا معه في الجريمة، يشاركه في 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 اسم القتل، لأن القوانين الوضعية دي هذه فيها ثغرات كبيرة جدا، ثغرات في الإجراءات، ان مثلا قبض على الرجل قبل اذن ونحو ذلك، فالثغرات في الجرائم تعمل ايه؟ تخرج الرجل من الجريمه، ياخد له 3 سنين او 4 سنين، والحمد لله والبلاء الان اللي بيقتل والله ما حتى ما بياخذ يوم ولا بياخذ يوم، ممكن ياخذ 2 3 ساعات ولا يوم ونص ويقول له خرج وخلاص، اصل بس الرجل طارد فضرب الرجل، فهي ضربت الرجل بمسدس الرجل، فالرجل اخطا لانه وضع راسه على فواهة وراء. هؤلاء لا يرجون لله وقارا. اي والله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هي مساله متروكه هكذا، ده ما دخلت النار في 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 رضا. اللهم استعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.